سلام الغزالة ديالي، كيف دايره؟ لاباس عليكم؟ كما كتشوفوا معايا هنايا عندنا جوج بيضات. هنا خديت بيض وبيض وبيضه، جوج بيض بيض وبيضه، وهنا الصفر البيض باش غادي ندهنوا بريوش ديالنا. هذا عندنا هنايا معلقه النافع ومعلقه ديال الزنجلان محمرين ومطحونين، عندنا معلقه ديال الخميره، وعندنا خمارة بيكين باودر ديال 8 غرام، وعندنا الدقيق، عندنا الزيت نص كاس، عندنا الحليب، وعندنا هنايا جوج معالق ديال الزبدة دايبة. كما كتشوفوا معايا غندوزو دابا الطريق. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا غادي نوضع البيض، وغادي نوضع جوج المعالق من النافع وزنجلان او السمسم، وغادي نوضع ثاني جوج المعالق ديال الزبده، وغادي نضيف نصف كاس ديال السنيده درتها مع الحليب البنات، ما كتشوفوا معايا البنات هنا السنيده دابت ليا مع الحليب. في كاس غادي نضيف الخماره والخميره، وغنضيف البنات نصف كاس زيت، وغادي نخلط البنات هاد المكونات كلهم مع بعضهم. ما غاديش نضيف الملح دابا حتى الاخير. كما كتشوفوا معايا البنات هنايا هانا خلطت هذاك الشيء كامل، دابا غادي نبدا نضيف الدقيق. هنا عندنا كيلو ديال الدقيق البنات، هاد البريوش البنات راه ساهل. ما كتشوفوا معايا البنات كتخلطوا هكا معاه نص سطرة الحليب البنات، نسيت ما قلتهاش لكم، نص سطرة الحليب و وجوج بياض بيضاء، بياض بيضاء وبيضة كاملة. كما كتشوفوا معايا انا نصف لتر من الحليب كله وضعته هنايا، ها غيجي خفيف البنات، واللي ذاقوا البنات غيعجبو. بالنسبه للمبتدئات راه ساهل ليهم. كما كتشوفوا معايا دابا غنعجن ونرجع معاكم البنات. كما كتشوفوا معايا هنا البنات انا عجنتها ودرتها تختامر ليا، اللي بقى ليا من الدقيق بقى غير شويه البنات. كما كتشوفوا معايا هنا انا درتها تختامر ليا، من بعد نعاود ندير فيها كريسات غادي نوريكم البنات. كما كتشوفوا معايا البنات هنا الخميره ديالي راها، العجينه ديالي راها خمرات، قلت لكم الخميره ديالي راها خمرات. المهم كتشوفوا معايا هنايا العجينه ديالنا راه خمرات البنات، كما كتشوفوا راه كتجي رطبه البنات. كتعاودوا ديروا لها هكا كتخويوها من داك البرد اللي فيها كل وداك الهواء اللي كيكون لداخل ديال البريوش ديالنا، كتخويوها منه كامل. كما كتشوفوا
راه قد ما خمرات البنات قد ما مزيان كما كتشوفوا معايا البنات. هنا غنصيب كريسات وغادي نرجع معكم البنات. راه ديروهم عيد صغار البنات ما ديروهمش كبار حيت راه هما يتيديعوا كيخمروا كيضعف الحجم ديالهم البنات في العجينه. انا هنايا شفتو قبيله كيفاش كنت دايره العجينه البنات ديالنا كنت ناقصه فيها يعني كانت الحجم ديالها صغير ما ماشي كبير كان الحجم ديالها صغير. وشوفوا دابا قداش ولا الحجم ديالها ضاعف البنات ما كتشوفوا معايا. انا غادي نصيبها ونرجع معكم البنات. كما كتشوفوا معايا البنات عطاني هذا الشيء عطاتني جوج لعطات البنات وراه زوينه البنات كما كتشوفوا معايا هنايا راه غير ضعف الحجم ديالهم. كما كتشوفوا معايا الغزالات ديالي هذه هي البرويج ديالنا كما كتشوفوا راه رخيصه كما كتشوفوا معايا البنات الغزالات ديالي راه رخيصه في متناول الجميع وكتجي هشيشه شتوا البنات كما كتشوفوا معايا. عنديش كيفاش نقطع عليكم مع البنات التليفون كما كتشوفوا معايا البنات راه كتجي هشيشه من الداخل. ها انتما البنات كتشوفوا مع الكاميرا مع ها انتما البنات شفتوها شفتوا كيفاش كتجي ها انتما البنات كتجي رائعه البنات ورطبه. انا البنات عطاتني 44 شتو كيفاش تضاعف الحجم ديالها البنات بحال ديال الزنقه كتجي شتو. وفي التزيين البنات نسيت ما قلتش لكم ديروا معها معلقه ديال الزيت او جوج معالق على حسب الرغبه ديالكم نتوما ديروا شحال ما بغيتوا يا معلقه يا جوج معلقات على حسب الصفر البيض وديروا فيها فانيا وقطيره ديال الخل تدهنوا بها من الفوق وديروا الزنجلان. ما كتشوفوا معايا البنات راه كتجي زوينه. المهم البنات ما تنساونيش لي لايك وما تنساوش كومونتير اللي ما متابونينش عندي المهم تابونوا عندي باش يوصلكم ديما الجديد ديالي. نتمنى يعجبكم هذا الشيء اللي كندير ما تنسونيش بلي لايك ديالكم الحبيبات ديالي. كما كتشوفوا معايا هانتوما البنات راه تما التحت كتجي زوينه ما كتجيش محروقه يا الله. المهم الحبيبات ديالي شكرا على التتبع ديالكم والدعم ديالكم كنبغيكم بزاف